ينضم لي الآن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط الزميل فيصل مشاري. فيصل حياك الله. أهلا والله، مساء الخير سامر، عليك وعلى ضيوفك كريم والسادة المستمعين. فيصل زميلنا ناصر الجديع مدير تحرير صحيفة جول أونلاين الإلكترونية. ناصر يعني أو عفوا فيصل، يقولون في مشاكل في توزيع التذاكر وحتى ما في بيع حتى في نادي الاتحاد، ولا في توزيع حتى من عمد الأحياء. طيب جماهير نادي الاتحاد من وين بتاخذ التذاكر؟ شوف سامر، طبعا أنا اليوم حاولت أني أتواجد حتى في النادي، لكن شفت الوضع واللخبطة اللي حاصلة وما دخل صراحة، لكن تواصلت مع الزملاء اللي كانوا موجودين واطلعت على التفاصيل اللي صارت. أول شيء إدارة النادي من بدري أو في بيع تذاكر، يعني في توزيع تذاكر، لكن مقر نادي الاتحاد لم يذكر في الآلية نهائيا. وجدت آلية، يمكن أنا كنت معك في حلقة أول أمس وذكرت لك أن عمد الأحياء ضمن ذلك أعضاء الشرف والعاملين وكذا، لكن والمتديات والرومات. طبعا الهدف كان من إدارة نادي الاتحاد بتوزيع تذاكر بهذه الطريقة أنه ما يكون في تجمع في النادي أسرع اللاعبين، خاصة أنه في تمارين واللاعبين موجودين في النادي بخلاف ما حدث أيضا أيام مباراة الهلال السابقة عندما صارت بعض الاصطحامات وكذا. وصراحة أنا تحدثت مع أكثر من عضو من الإدارة وحذرتهم أن الجمهور راح يحضر، الجمهور راح يحضر لأنه ما راح يعرف وين المنتديات والرومات فين موجودين. ما تلوم الجمهور، الجمهور يبغى تذكرة. الآلية اللي وضعتها إدارة نادي الاتحاد حرمت ناس كثير من الحصول على تذاكر سواء داخل جدة وخارج جدة. في ناس ما له علاقة لا في منتدى ولا روم ولا عمد ولا شيء، كيف يحصل على التذكرة؟ راح يجي لنادي الاتحاد. أنت تتكلم الآن باقي 6 أيام تقريبا عن المباراة، بكرة الوضع راح يكون أسوأ، وإذا اقتربت المباراة راح يكون أسوأ. اليوم بدأت السوق السوداء، تذاكر طبعا من أمس سربت في عند بعض الأشخاص، اليوم بدأت السوق السوداء، في أشخاص حتى في المواقع الاجتماعية قاعد يعرضها علنا للبيع. طيب فيصل الآن ما وفقت أبدا، ما وفقت طبعا الآلية ما كان موجود فيها نادي الاتحاد، لا مش موجود فيها نادي الاتحاد، وانا تحدثت مع الاداره اصلا قالوا لي ما في اي تواجد لهذا، لكن الجمهور طبيعي انه راح تواجد نادي الاتحاد. في ناس ترى ثامر الى الان ما له علاقه بالمنتدى ولا له علاقه بالروم ولا بالتويتر ولا تصل المواقع هذه، يعرف انه التذاكر راح تطرح، يفترض انها تطرح. ايضا الاداره ما اعلنت متى موعد التذاكر، اكتفت بالبيان اللي صادر قبل ايام حول الاليه. موضوع العمد انا كنت تحفظت عليه في السابق وايد الان تحفظي عليه، ما لهم علاقه نهائيا انهم يوزعوا تذاكر. والشيء اللي انا اعرف انه ما راح يكون المكتب متاح انه الجمهور يحضر وياخذ تذاكر من العمده، لا، العمده راح يوزع لاشخاص يعرفهم شخصيا. يعني 1600 تذكره راحت لعمد احياء جده، انا اليوم تواصلوا معي اكثر من شخص يقول العمده ما يرد، العمده مو موجود، ما احنا عارفين نوصل للعمد. طب مين هم العمد اساسا اللي اخذوا تذاكر امس من نادي الاتحاد؟ طب كم عدد التذاكر الموجوده اصلا عند العمده؟ 1600 تذكره. 1600 تذكره تسلموها امس العمد في اجتماع، والباقي عند اعضاء الشرف؟ لا، الباقي طبعا الأعضاء الشرف تسددوا الآن 2500 وقفوا مع إدارة الفايز، راح كل واحد يمنح 4 تذاكر. الجمهور اللي تفاعل مع بطاقة عامل كل واحد راح يحصل تذكرتين. المنتديات والرومات في تقسيم معين، لكن صار لغط في منتدى مثلا خدم نادي الاتحاد بشكل جدا كبير، وفي منتدى عادي صوري يعني موجود وخدم مثل بعض الصحب الإلكترونية الآن بتطالب بتذاكر، الرومات كلها تطالب، المواقع الاجتماعية يعني كل واحد مسوي جروب، حتى بعض الأحيان جروب في البلاك بيري يقول لك أنا يا أخي قاعد أخذ نادي الاتحاد أبغى تذاكر. فأنا أعتقد إنه يعني لابد إنه كان في يكون آلية واضحة، وأنا ممكن أتحدث في الموضوع هذا معك، لابد إنه يكون في آلية واضحة يعني من أي نادي يرغب شراء التذاكر. طيب يكون في آلية واضحة كيف راح يوزعها. يعني اليوم كثافة جماهيرية تدافع أدى إلى تحطيم بعض البوابات، إدارة النادي استنجدت برجال الأمن وطلبت الشرطة، تم القبض على أكثر من مشجع اتحادي بشهادة الأخوان الموجودين وبشهادة 2 من الزملاء الإعلاميين، وتم تحويلهم إلى مركز الشرطة. يعني أعتقد أن الأمور راح تكون أسوأ في الأيام الجاية، أسوأ بكذا راح تكون، وفي الملعب راح تكون كذا. أنا أتمنى أن توصل التذاكر للناس اللي راح تحضر، أتمنى أني ما أشوف مقاعد فاضية في مباراة الاتحاد والأهلي. يعطيك العافية فيصل، شكرا لك على التوضيح. كان معنا الزميل والكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط فيصل المشاري.